طيب احنا قصاد لحظه بقى بطوله منتظر محمد الشناوي فعلها من قبل مودريتش عملها الشناوي كتير عملها الشناوي في كاس العالم محمد الشناوي ضد هيثم يا رب يكسب طبعا ده المكسب اللي انت تتمناه طبعا دي تبقى احلى خساره الخساره اللي انت تتمناها الشناوي ربنا يوفقك تقريبا في الملعب ده تصدى لا ده كان قال ده ضربه الشناوي تصدى ضربه جزاء في الدوري اكتر من مره ومع منتخب مصر وكاس العالم كاس العرب يعني وفي كاس العرب هو مودريتش بقى يعملها ويطلعها بره اصلا وفي العرض احنا مبسوطين العرض وتخرج يعني في اي حته بس ده بص شكله اصلا مودريتش ضربه الجزاء وبرده خلوا كلوز مع الاستاذ هيثم لانه رد فعله هو هيبقى بليغ جدا ربنا يستر صدق محمد الشناوي صدق محمد الشناوي كما توقعت شيء رائع شيء رائع كده احنا نتعادل ونكسب كما توقعنا شيء رائع ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب يعني علي معلول يكسب مودريتش في كاس العالم عن المكسب والخساره الاهلي يرفع الراس لا الاهلي يرفع الراس والقامه تماما يعني يكسب مباراة تاريخية بكل المقاييس ده مين بقى للنادي كهربا وطلع